معنا مشاهدينا الكرام عبر الانترنت سيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني. مرحبا بكم سيد حسن. إذن 39 سنة مرت على ثورة الخميني، كيف بدأت وما النتائج التي وصلت إليها بعد طول هذه السنين؟ نعم، حقيقة طبعا هي بدأت الثورة، يعني اندلعت الثورة وانتصرت من أجل إزاحة الدكتاتورية واستبداد الذي كان يحكم في البلاد، وطبعا بأمل أنه تأتي حكومة أو يأتي نظاما ديمقراطيا ينصف الشعوب في إيران ويراعي حقوقهم السياسية وأيضا الاجتماعية والثقافية وغير ذلك. فبهذا الأمل يعني اجتمعت كل الشعوب خلف يعني الثورة وانتصرت، وجاء الخميني بدعم غربي يعني أعطى وعودا كبيرة وكثيرة أن تنفذ جميع تلك الوعود، وتعهد إمامهم أن تكون للشعوب مثلا في إيران يعني حكم ذاتي منهم الأحواز، يعني للشعب لا غير، استبشر الأحواز منهم الأحواز باستعادة طبعا أرضهم. والشعوب الأخرى. نعم، ولكن كيف تعامل ولذلك النظام طبعا الإيراني مع هؤلاء خصوصا الأحواز؟ بعد سيطرة يعني النظام الخميني وتيار الخميني بالتحديد على الحكم، بدأ بقمع يعني أولا الشعوب وبما فيهم الأحواز، وارتكب مجازر كثيرة بما فيها مجزرة المعمرة، أي أربعاء السوداء راح ضحية هذه المجزرة المئات من الشهداء والجرحى، وأيضا قام بتصفية كل المعارضين داخل النظام واستبد يعني بالحكم، وأصبح نظاما ديكتاتوريا أسوأ مما كان عليه في النظام السابق. يعني ليس فقط يعني ديكتاتورية واستبداد ومنع الشعوب من ممارسة حقوقها السياسية، بل أوصل البلاد إلى حافة الهاوية طيلة تلك السنين، لأنه الوضع الاجتماعي والوضع السياسي والوضع الاقتصادي كله متردي نتيجة عدة سياسات، ويعني الفساد الإداري والفساد يعني السياسي، وأيضا تدخلات إيران في المنطقة، وعدم أخذ بعين الاعتبار كل آراء الناس ومطالبها. لذلك يعني الوضع متأزم جدا، وأصبح الوضع أسوأ بكثير، ولكن هذه يعني عشرات المرات عفوا سيد حسن. نعم، هذه الثورة سيئة الصيت، ثورة الخميني، حققت أهدافها يعني التوسعية الطائفية في المنطقة، وخير شهد ما يحدث الآن في العراق وسوريا واليمن ولبنان في ظل دعم غير محدود من الميليشيات هناك. كيف تصف ما حققته ثورة الخميني التوسعية في المنطقة؟ حقيقة يعني الثورة أو أهداف الثورة يعني كانت المعلنة أو الأهداف التي من أجلها انتصرت الثورة، هي ليس يعني الأهداف التي حققتها الآن، اختلفت كثيرا. يعني الثورة جاءت بشعارات حقوق الناس، احترام يعني الدول المجاورة، وأيضا عدم التدخل بشؤون الآخرين وغيرها من الحقوق العديدة، يعني العديدة الداخلية والخارجية. لكن انقلب الخميني على الثورة وانقلب على الأهداف ورسم لنفسه، أي استمر بنفس سياسة النظام السابق في التدخل بشؤون دول المنطقة، واستمر بسياسات توسعية، بمعنى أنه يعني تجاوز كل ما كان مرسوم يعني للثورة، ويعني صادر الثورة وأهدافها واختصرها إلى التدخل بالشؤون الداخلية. نعم، يعني الحقيقة يعني النظام الإيراني صحيح نجح في التوسع، لكن هذا أوصل النظام إلى مشاكل وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة جدا يعني في على كل المستويات. لذلك يعني اعتبر الثورة فشلت في تحقيق أهدافها، لذلك الاحتجاجات الأخيرة الشعبية في إيران. من أجل ذلك سليماني صرح أن هذه الاحتجاجات الأخيرة في إيران أقلقت حلفائهم. كيف ترى هذا الحراك الشعبي في إيران، ولماذا برأيك لم يظهر أثر هذه الاحتجاجات بالصورة المطلوبة حتى الآن؟ حقيقة يعني كل ثورة في العالم تأخذ مراحل وتأخذ خطوات، أو رب أو إذا لم تنتصر بالاحتجاجات أو يعني الانطلاقة الأولى، هذا لا يعني فشلت الثورة أو تفشل الاحتجاجات، بل أخذت مراحل وتأخذ خطوات وتقدمت. يعني المواطنين في إيران تقدموا كثيرا، الثورة المضادة للثورة الإيرانية أو للنظام الإيراني تقدمت، ويعني انكسر حاجز الخوف،
كسرت هيبة النظام ورموز النظام، سقطت يعني مكانة النظام حتى في الداخل، لذلك الآن لا توجد يعني قاعدة شعبية للنظام في الداخل، وهذا بمعنى أنه النظام تراجع كثيرا والاحتجاجات ما زالت مستمرة. صحيح أخذت أخرى وأخذت أبعاد أخرى مثل اتصالات وغيرها، لكن القمع الجديد يعني أجبر الناس إلى التراجع، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف. يعني الناس الآن والمواطنين والمعارضين يتواعدون وينتظرون الفرص تلو الأخرى ويعبرون عن مشاعرهم ومطالبهم ويطالبون النظام. يعني إذا كان اليوم روحاني طالب يعني من أجل خروج النظام من أزمات الحقيقية باستفتاء والرجوع للشعب، هذا يعني أن هناك أزمات حقيقية، وهذا يعني أنه النظام فشل، لهذا يحاول رجوع للشعب من أجل يعني التمرير أو الالتفاف على الأزمات، أزمات النظام والالتفاف على مطالب الشعب الحقيقية. أشكرك من لندن عبر الإنترنت المتخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي.